هل تعيش منذ وقت قريب في فلاندرز؟ أو هل تعيش هنا منذ فترة طويلة ولكنك لا تشعر بعد وكأنك في بيتك؟ أثناء مسار الاندماج في المجتمع سوف تتعلم تحدث اللغة الهولندية وتعرف كيف تسير الأمور في المجتمع الفلامنكي، وسوف تقابل أيضا أشخاصا جدد وتتعلم مهارات جديدة وكيف تبني حياتك هنا في بلجيكا. أثناء مقابلة التعرف الأولية سوف نستمع إلى قصتك، وسوف يكون ذلك بلغتك الأم أو بلغة مشتركة، ثم نحدد مسارك، وأثناء ذلك نضع في الاعتبار عملك وأسرتك وأوضاعك الشخصية. سوف توقع عقد الاندماج وبه الأهداف التي يجب أن تحققها في جميع أجزاء المسار. سوف يقدم لك مرافقك التوجيه والإرشاد أثناء المسار بأكمله. سوف تناقشان المعلومات العملية، أماكن ومواعيد أخذ الدورات. يمكنك طرح جميع أسئلتك على مرافقك مباشرة في مركز التواصل أو عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني. سوف يساعدك مرافقك أو يطلب لك المساعدة المناسبة. أنت من بيدك إنجاح مسار الاندماج في المجتمع الخاص بك. يتألف المسار من 4 أجزاء: التوجيه الاجتماعي، تعلم اللغة الهولندية، مسار نحو العمل، ومسار الإدماج. في دورة التوجيه الاجتماعي ستتلقى معلومات عن العيش والسكن في بلجيكا والعمل. سوف تتعلم المزيد عن مواضيع مختلفة. يتم إعطاء الدرس عبر الإنترنت أو في الفصل. نحن نعطي الدروس بلغات مختلفة. خلال الدورة سوف تتلقى معلومات عن حقوقك والتزاماتك في فلاندرز، وفي نهاية الدورة يجب عليك اجتياز الاختبار. يجب عليك دفع مقابل المشاركة في دورة التوجيه الاجتماعي وأداء الاختبار. سوف تتعلم اللغة الهولندية أيضا لتتمكن من إجراء محادثات قصيرة في المتجر ومع الجيران أو الزملاء. نحن لا نعطي دروسا بأنفسنا، ولكننا نبحث معك عن الدورة والمدرسة التي تناسبك. خلال المقابلة نطرح عليك أسئلة حول مهاراتك اللغوية وتوقعاتك، وفي نهاية الدورة يجب عليك اجتياز الاختبار. يجب عليك دفع مقابل المشاركة في دورة اللغة الهولندية والاختبار، وستشارك أيضا في مسار نحو العمل. سوف يقدم لك مرافقك معلومات حول كيفية البحث عن عمل وسيحيلك إلى مؤسسة VDAB. هناك يمكنك الاطلاع على الوظائف الشاغرة وتحرير سيرتك الذاتية أو الالتحاق بدورة. ويتبقى مسار الإدماج. خلال هذا المسار سوف تختار طريقة لتقوية شبكة معارفك بالتعاون مع مرافقك بحد أدنى 40 ساعة على الأقل، وسوف تؤدي عملا تطوعيا أو شيئا آخر يناسبك. إنها فرصة رائعة للتدرب على ممارسة اللغة الهولندية مباشرة. هل تريد معرفة المزيد من المعلومات أو حجز موعد؟ قم بزيارة موقعنا. نتمنى لك التوفيق والنجاح.